صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصح طالب العلم بقراءة تفسير القرطبي رحمه الله؟ طيب، اللي عنده مقدرة هو بحر زاخر، اللي عنده مقدرة يخوض هذا البحر، هذا طيب، لكن قد يكون فيه شيء من التأويلات، لكن قليلة، لكنها قليلة، وغالبه هو متخصص في الأحكام، فهو كتاب أحكام فقه فيه فوائد عظيمة، زاخر بالفقه. نعم.